Good morning. How are you? كيفكم يا حلوين؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. Okay. مسي اليوم إن شاء الله رايحين نأخذ revision مراجعة. Revision مراجعة اللي هي بتبلش من page 116 116 116. المراجعة okay. رايحين ناخذ المراجعة اوكي، هي بس صفحتين المراجعة 116 117 فقط. هي 116 117 فقط. تمام مس. هلا مس اللي بصير انه امتحانكم ان شاء الله بعد العيد. تمام. هلا في عنا فيديو راح يكون للمراجعات، فيديوهات ان شاء الله راح تنزل للمراجعة اللي موجودة بالكتاب هون وبالاكتيفيتي بوك كمان اوكي، اللي هون واللي بالورك بوك. هلا في الفيديو الاخير اللي انا راح انزله باذن الله راح يكون اسئله واجوبه عن الماده، اللي هو باعتبار مراجعه عامه لكل الكتاب وكيف طبيعه الاسئله اللي راح تيجي. طبعا اتوقع انكم عرفتوا بما انها مالتيبل تشويس ضع دائره، فالكل عرف كيف راح يكون النظام. بس انا راح اعطيكم ان شاء الله مراجعه لكل الماده بفيديو اخير راح يكون راح ينزل خلال هذا الاسبوع ان شاء الله. تمام. ليتس ستارت، خلينا نبلش. ليتس ستارت ب ريفيجن 116 صفحه 116. تمام. سيركل ذا اود وان اوت. هلا بدنا نستخرج الاود وان، الاشي الغريب او الاشي الخاطئ. تمام. كاو بقره، جوت ماعز، هورس حصان، مان رجل. هلا هذول كلهم حيوانات. مان هو الانسان الوحيد الموجود او الشيء المختلف، فحطينا دائره بوت سيركل على مان وكتبنا مان هون. رح نعمل نفس الاليه بباقي الجمل. كايند لطيف، ويت مبلل، ديرتي متسخ. اوكي، لطيف مبلل متسخ. دونكي حمار، دونكي حمار. هلا بما انه كايند ويت وديرتي صفات، كايند صفة، ويت صفة، وديرتي صفة، لكن دونكي اسم حيوان وهو الحمار، فبحط دائرة على دونكي. تمام. دونكي هون مان أول شيء كان محطوط عليها دائرة. طبعا بتكتبوا دونكي بالفراغ، رح تكتبوا دونكي بالفراغ الموجود عندكم بالجنب. طيب نمبر 3 فوتو سكند فورث فيرست. هلا سكند فورث فيرست هاي للتعداد او اشياء العد، تذكروا انه اولا ثانيا رابعا، لكن كلمة فوتو صورة، فوتو صورة هي الكلمة المختلفة، فبحطها بالفراغ، بكتبها وين؟ بالفراغ. نمبر فور، نمبر فور اللي هي loud quiet first fast. هلا اول كلمه سوري، اول كلمه معناها عالي، loud عالي، quiet هادئ او بصوت واطي، first اولا، وfast سريع. هلا عالي وهادي وسريع هاي كلها صفات، لكن first اولا هي المختلفه، first اولا هي المختلفه. تمام. اوكي، now let's move to look and circle the correct word. انظر وضع دائره على الكلمه الصحيحه. the girl is taller ولا shorter than her brother. هلا البنت اطول ولا اقصر من اخوها؟ البنت اطول ولا اقصر من اخوها؟ هي اطول، taller، أطول taller من brother أخوها. her coat الكوت تاعها المعطف اللي لابسيته is smaller ولا bigger than her brother's coat. هلأ معطفها جاكيتها وجاكيت أخوها، مين أكبر؟ مين أكبر؟ her coat ولا his coat؟ her coat is bigger أكبر، is bigger أكبر، تتذكروا bigger
أكبر من، bigger than أكبر من، smaller than أصغر من. ف الهير كوت، الكوت تبعها، المعطف تبعها أكبر من أخوها، معطف أخوها، تمام؟ she is faster ولا slower than her brother، هي أسرع ولا أبطأ من أخوها، هي أسرع ولا أبطأ من أخوها. she is what، هي بعديه، هي بعديه، هو سابقها، إذن هو شو، هو أسرع منها فهي أبطأ منه. she is slower، هي أبطأ، هي أبطأ، تمام. she is slower than her brother، هي أبطأ منه. the boy is faster ولا slower than his sister، الولد أسرع ولا أبطأ من أخته. هلأ الولد أسرع لأنه هي وراء، فهو faster، الولد faster، the boy is faster، تمام. okay okay look and write exercise 3. Your, whose, a, it, congratulations. هاي كلها كلمات الموجودة عندي بالبوكس، بدنا نحطها بالفراغات المناسبة. Okay, whose turn is your, whose turn is your, من اللي اللفة إله. هلأ مس، هلأ هم هون قاعدين بيلعبوا السلم والحية، تمام، الولد وهير his father، الولد وأبوه، تمام. هلأ الأب شو بيحكي لابنه؟ whose turn is it، لمين اللف اليوم، لمين الحجر، مين بده يرمي. turn معناها اللعبة أو اللفة، لمين، على دور مين. okay عفوا whose turn is what it، it بحط it بالفراغ، it whose turn is it، لمين اللفة، لمين اللفة، هيها it موجودة بالبوكس فوق، هيها it، تمام. طيب شو بيحكي الولد؟ it is your turn، انها لك. اوكي او ال اوكي الولد يس بيحكي it is your turn، انها لك. فبدنا نكتب your بالفراغ الثاني، your بالفراغ الثاني، هيها هاي الكلمه بكتبها بالفراغ الثاني. اوكي اللعبه لك. فشو حكى الاب؟ congratulations، congratulations، شايفين هاي الكلمة الطويلة اسمها congratulations، congratulations تهاني، تهانية لك أو مبروك، congratulations مبروك، congratulations مبروك. فبدنا نكتبها هون، الأب بيحكي لابنه مبروك أنت فزت، congrad هي طويلة شوي الكلمة بس مع الوقت رح تعرفوها إن شاء الله، رح كتير تمر معكم بالمستقبل هاي الكلمة. congratulations، congratulations مبروك. I'm the winner، أنا الفائز. I'm the winner، أنا الفائز. الولد شو بيحكي؟ I'm، أنا، I'm، أنا. فبالفراغ بدنا نكتب كلمة I'm، I'm، I'm the winner. winner معناها فائز، winner معناها فائز، تمام. okay now let's move to review five exercise 4 page 117 صفحة 117 الصفحة اللي بعدها 117. هلا take the picture that contains the sound. okay هلا في عندي sound UE، UE، تمام. okay هلا عندي الصوت، الساوند يو اي، ساوند يو اي موجود بكلمة cup ولا flute ولا nine. اوكي هلا هم حاطين لكم الصور مش حاطين الكلمات. اول صورة اللي هو ابن الاسد اللي هو what. اوكي شبل cup، cup، اوكي cup، لا الصوت هو يو اي اكيد مش cup. flute flute اكيد flute. اوكي لو المزمار ولا ناين اكيد مش ناين، تمام. هلا اي اي، ساوند اي اي موجود بكلمه بايك، بايك ولا روب ولا بن، بايك ولا روب ولا بن، بايك اكيد، اكيد بايك، لان بايك بتنكتب هيك بي اي كي
E B I K E بايك B I K E B I K E أكيد مش رب ولا بن. طيب هلا حرف اليو اللي بنقرأه أه بكلمة جيت ولا كوب سوري كيوب هذا كيوب اللي هو المكعب ولا با باس باس أكيد بكلمة باس أوكي كلمة باس فبنحط عند باس شو صح تك باس باس حرف اليو أه تمام هلا أو إي ستون ولا كيوب أوكي ولا ووش تنظيف أو إي ساوند في كلمة ستون ستون إنه كلمة ستون STONE ستون حجر حط صح عند كلمة ستون put a tick أكيد مش تيوب لأن تيوب باليو إي هاي أو إي ستون ستون حجر ستون ستون حجر نمبر 5 حرف الاي موجود بكلمة white هلا white اي وفي تي اي يعني في عندي اي اي بنهاية الكلمة لكن lake اي ولا pen pen بس فيها اي pen معناته كلمة pen لانه كلمة white وكلمة lake اوكي نهايتهم اي لكن كلمة pen بس اي واحنا بدنا حرف الاي فقط او صوت الاي موجود بكلمة pen اوكي او dog ولا بون ولا هاند حرف الاو dog ولا بون او اي والهاند اي لكن الدوغ هو الصحيح حرف الاو dog حطولي عند dog tick حطولي عند dog tick لانه احنا لفظنا حرف الاو بكلمة dog اوكي read and circle the correct word هلا number 5 اقرأ وضع دائرة على الكلمة الصحيحة On Wednesday يوم الأربعاء On Wednesday يوم الأربعاء It was ولا where our school play يعتبر يوم المسرحية أو مسرحية المدرسة أوكي On Wednesday It was ولا where our school play يعتبر يوم مسرحية مدرستنا Was ولا where Was لأنه عندي it دائما بعد الات مس بعد الات في عندي واز تمام دائما بعد الات والهي والشي اوكي دائما واز فضوها زي اسماءكم لكن دائما بعد الذي واليو والوي ايش وير تمام ات هي شي وبالاضافه للاي طبعا واز بيجي بعديهم واز فعندي هنا كلمه ات شايفين الات معناته بختار واز ذا تشيلدرن الاطفال جمع هلا الجمع كاني بحكي ذي وير فبختار ويرنت تمام بما انه عندي ذا تشيلدرن جمع بختار weren't ما بختار wasn't they كمان جمع بختار was ولا where they شو بتاخد where excellent حط لي دائرة على where number 3 4 our moms أمهاتنا and dads وأبائنا هلا أمهات وأباء معناته جمع معناته where أكيد where ما بتكون was لأنه was للمفرد our teacher wasn't ولا weren't sad معلمتنا wasn't معلمتنا واحدة معلمة أوكي معلمتنا إحنا اللي جمع لكن المعلمة هي واحدة فwasn't بس يكون عندكم our teacher wasn't بتاخد مفرد was he was ولا were very proud of us he was مس إحنا لما نحكي wasn't كمان الإت وهي وشي وآي بياخدوا wasn't متى أنا بكتب wasn't لما يكون عندي نفي يعني بدي أحكي العكس ومتى بكون بكتب weren't لما يكون عندي نفي برضو بستخدمها مع الذي واليو والوي وأسماء الجمع تمام أسماء الجمع هلا he was ولا were very proud هو فخور جدا فينا was لأنه عندي he شايفين الهي تأخذ was أو wasn't بس هون بدهم was و where بختار was
All the children, كل الأطفال، أطفال جمع معناته شو؟ Where. الأطفال جمع معناته شو؟ Where. تمام؟ إذا مس، إذا إجا عندكم اسم جمع أو كلمة they, you, we، كيف يعني اسم جمع؟ يعني كلمة children مثلا، كلمة children. تمام؟ بياخدوا where و weren't إذا نفي. He و it و she و I بياخدوا was، وإذا نفي بياخدوا wasn't. بدك تتبع الكلمة اللي قبل was و where، لازم بدك تتبع الضمير الموجود عنده مفرد ولا جمع. تمام؟ هيك بنكون خلصنا للريفيجن، هيك بنكون خلصنا الكتاب كامل. تمام يا مس، هيك بنكون انهينا الكتاب هذا اللي ورا كله، يعني it's not important، مش مهم كتير. هلا اللي بيهمني المادة نفسها. امتحانكم طبعا مس من يونت 10 ولغاية يونت 15، يعني معكم 5 دروس فقط، فلازم تأبدعوا ولازم كلكم علامات كاملة أكيد. بتمنى طبعا منكم هذا الإشي. فمس إن شاء الله المرة الجاية راح يكون عندنا فيديو للمراجعة بالورك بوك، مراجعة الورك بوك الموجودة عندنا بالكتاب بنحلها. والفيديو اللي بعده إن شاء الله راح يكون الفيديو الأخير واللي راح أحكي لكم فيه شو راح يجي بالامتحان، أو مش شو راح يجي بالامتحان طبعا هذا الإشي غلط، بس شو راح يكون نمط الأسئلة بالامتحان. تمام؟ I love you so much. Thank you. Have a nice time. Bye bye.